شايفين النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل لازانيا بس من غير مكرونة. النهاردة هنعمل لازانية البدنجان، صحية جدا وخفيفة جدا وسهلة. تعالوا مع بعض نشوف هتتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة هناء حسين. النهاردة ان شاء الله هنعمل لازانية البدنجان. هتلاقوا كل المقادير بتاعتنا في صندوق الوصف تحت الفيديو. اول حاجة هنبتدي نقطع البدنجان، هنقطعه لشرايح بالطول بالشكل ده. ودلوقتي بعد ما قطعت البدنجان كله هجيب مية وهضيف لها ملح وهبتدي احط البدنجان فيها لمدة 10 دقايق. ودلوقتي هجيب 3 طماطمات وهقطعهم بشرايح بالشكل ده. هجيب 150 جرام من السبانخ الطازة وهقطعهم تقطيع رفيع. دلوقتي بعد ما قطعت السبانخ هضيف لهم 4 معالق من الجبنة الريكوتا، لو مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا جبنة فيتا، جبنة بيضة المتوفر لديكم. هحط 4 معالق، رسهم كويس واضفهم للسبانخ وهجيب 2 فصين ثوم مهروسين. ودلوقتي هضيف فلفل اسود، يعني هنبهرها شوية لان الجبنة الريكوتا ما فيهاش ملح، وشوية ملح، وهقلبها واسيبها على جنب. دلوقتي هجيب الصينية بتاعتي، انا حطيت فيها ورق فويل ودهنتها بزيت زيتون وهبتدي ارص شرايح البدنجان. هرشها الريحان الناشف، الزعتر الناشف، وهضيف زيت زيتون وهبتدي ادهنها بالفرشة بالشكل ده علشان اوزع كل التتبيلة عليها. وبعدين هحط طبقة تانية من البدنجان واعيد نفس الخطوات تاني، ان انا ارش الزعتر والريحان وبعدين اضيف زيت زيتون وادهنه وارص طبقة تانية وهكذا لغاية ما تخلص كمية البدنجان كلها اللي عندي. وكده بعد ما خلصت كمية البدنجان اللي عندي هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وهتفضل في الفرن لمدة 20 دقيقة. هدخلها الفرن وارجع لكم. ودلوقتي هبتدي اعمل الصلصة للازانيا. جبت كاسرولة وحطيت فيها زيت زيتون بيسخن، هضيف له صلصة الطماطم، لو انتوا عندكم طماطم حمراء وممكن تضربوها في الخلاط وتستخدموها بتكون افضل لانها بتكون طازة. بنتبل ملح
فلفل اسود، زعتر جاف وريحان جاف، اللي هي لو عندكم توابل ايطالي هي دايما بيستخدموا الزعتر والريحان وزيت الزيتون، هو ده اللي بيدي طعم التوابل الايطالي، فاحنا هنستخدمها في الصلصه اللي هنستخدمها او الصوص اللي هنستخدمه. دلوقتي البدنجان خرج من الفرن زي ما احنا شايفين، بيبقى طري وسهل ان انا اتعامل معاه. حضرت السبانخ زي ما قلت لكم مع الثوم مع الجبنه الريكوتا، قطعت الطماطم شرايح، حضرت الصوص اللي هستخدمه. هنحتاج كمان جبنه موتزاريلا متقطعه لمكعبات وشويه جبنه بارميزان مبشورين، ولو حابين تضيفوا ده اختياري شويه لحمه مفرومه. زي ما احنا عارفين لازانية البدنجان كلها دلوقتي فيتامينات وحديد، نسبة الحديد فيها عالية من البدنجان والطماطم والسبانخ، البروتين فيها من الجبنة، كمان لو حابين نضيف لحمة مفرومة بتكون قيمتها أزيد. دلوقتي هبتدي مرحلة التجميع. أول حاجة هحط في القالب بتاعي زيت وادهنه كويس، وبعدين هبتدي أرص البدنجان. هحط نص البدنجانة جوه واوقفها بالشكل ده على الحافة، علشان في النهاية لما نخلص هنقلبها بالشكل ده. ودلوقتي هضيف طبقة من السبانخ، اوزعها كويس، وهضيف شويه لحمه مفرومه زي ما قلت لكم لحمه اختياري، هحط حاجه بسيطه مش كتير. نخلي بالنا احنا هنعمل طبقات، فنخلي بالنا ان احنا لازم كل الطبقات يبقى فيها نفس الحشو. دلوقتي هوزع شرايح الطماطم، وهضيف مكعبات من الجبنة الموتزاريلا، وهضيف شوية صلصة مش كتير، وأكرر نفس الطبقات تاني. دلوقتي قفلت الجوانب بتاعة البدنجان. اخر خطوة هحط شوية صوص. وهرش شوية جبنة بارميزان على الوش. وهرش عليها يعني معلقة زيت على الوش. ودلوقتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وهتاخد في الفرن نص ساعة بالظبط. هدخلها الفرن وارجع لكم. دلوقتي مر نص ساعة وخرجتها من الفرن، هستناها تهدى شوية ونقطعها مع بعض. ودلوقتي هنقطعها سوا مع بعض. زي ما احنا شايفين ريحتها في منتهى الجمال وصحية جدا،
ومغذية جدا. طعمها روعة روعة روعة. أتمنى إن أنتوا تجربوها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم دوسوا على زر الإعجاب وشاركوه مع أصدقائكم، وإن شاء الله أراكم في فيديو قريب قادم على قناة هناء حسين.